السلام عليكم. كنتمنى من الله تعالى ومن المحسنين. انا عندي عمليه من 14 ل 15 مليون وانا ما فهمتش كاري غير فيس. كنت من الله ومن المحسنين يشوفوا من حالي. انا وليا وما عنديش الراجل ما خدامش، عندي جوج الوليدات وما عنديش دركا بالطرد من الدار. انا كاري غير بيت ساكنه في السطات شارع مغرب العربي رقم 51 اللي سخر الله يعتعون معايا. هذا وصلت فيا العظم طرقت البيبان تاعت ما غالب الله. هادشي اللي كنتمنى من الله ومن المحسنين ومن كلشي الناس الله يجازيهم بخير. مشيت لي قال لي غنجي عندكم هنا السطات بلا ما تبقى غاده جايه حيت انا ما كنقدرش نتمشى ما والو. قال لي غنجي وما جاوش. دابا ولينا في 8 شهر والناس كلشي كيقول لي سيري سيري وانا ما فهمتيش باش غاده جايه للدار بيضا وما كنقدرش نتمشى بزاف. الله يسهل عليكم والله يعاونكم. دابا ما عطاوك رونديفو في 8 شهور. لا كانوا قالوا لي غير شهر وغنجيو عندكم السطات وما جاوش. ما قدرتش نرجع حتى لكازا يعني الحاله ضعيفه بزاف وانتم ما كتشوفوا حالتي. الله الغالب والدوايات انا ما شربتهمش نتشلل. انا ما كندير حتى شي حاجه عندي بنية صغيره هي اللي مسكينه هزاني. الراجل ديالك شنو كيدير؟ كل كيتلاوط وصافي الحمد لله حمدنا الله على كل حال. نوجه النداء لسيدنا محمد السادس وجميع يعاونوني ويشوفوا من حالي. الله يجازيكم بخير الله يسهل عليكم. كنطلب من الله تعالى الله يجازيكم. دابا غندير هاد العمليه ان شاء الله الا كتب الله. اللهم لك الحمد يا ربي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.